مشاكل العظام متنوعة ومتعددة، وممكن تظهر على الشخص مجموعة من الأعراض، ولكن أحياناً بعض الأمراض بتتطلب أنه نحن نروح لعند الطبيب المختص ونعرف شو هو سبب المشكلة، لأنه أحياناً بتكون الأعراض، يعني إذا فينا نقول، هي مانا ظاهرة وأحياناً بتكون صامتة. صحيح، يعني بعض الأعراض هي تحتاج أو لفحص استقصائي سوسا. نحن اليوم رح نحكي عن مرض يتعلق بالمحفظة اللاصقة أو الكتف المتجمد. شو هي أعراض هذا المرض وكيف يتم علاجه؟ كل هذه التفاصيل رح نناقشها مع ضيفنا اللي صار معنا داخل الاستوديو، الدكتور رأف ياسين، اختصاصي بأمراض العظام. تحية لك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. عد أوقاتكم، شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني المقصود اليوم بالكتف المتجمد أو التهاب المحفظة اللاصقة، اليوم شو هو المقصود؟ ولو نعطي هيك تعريف بسيط بعيدا عن الجانب العلمي الصعب. هلا طبعا الكتف المتجمدة صاير شائع جدا. أول شيء بدنا نحكي إنه من إيش بيتألف الكتف؟ الكتف بيتألف من مفصل، من محفظة، من أوتار. تماماً. هلا وقت بيكون في عنا مشكلة بالكتف أو ببلش بشيء اسمه يعني الكتف المتجمدة، المرحلة المتقدمة بتكون أول شيء بيكون آلام بالكتف، بعدين بيصير تنازل القوس المؤلم، لأن الوجع بيجي من أسفل الرقبة للكتف لنص العضد. بيقول لك حتى إيدي ما عم بقدر حركها دكتور، هي بتكون ناتجة عن تعب، إذا فينا نقول متزايد على فترة كتير طويلة، فبيؤدي هذا الشيء. تمام. بدنا نقول كمان كلمة، يعني إنه الكتف المتجمدة أو التهاب المحفظة الكتف أو التهاب الأوتار ما بيروح وجعها بين ليلة وضحاها. أوقات قد تمتد ل 24 شهر، يعني سنتين، مع العلاج، مع المعالجة الفيزيائية بده وقت طويل يعني. بقى مشان هيك هذه الشغلة كتير مهمة، واكتشافها بوقت مبكر بيساعد على سرعة الشفاء والعلاج مشان ما ندخل باختلاطات الكتف المتجمدة. يعني دكتور حضرتك ضيفنا يعني بالعديد من الحلقات، دائما بقول انه خلص ما عاد في يمكن بالعظام شيء جديد نكتشفه او امراض، اليوم اول مره انا بسمع بهي المحفظه اللاصقه او الكتف المتجمد. لا، وانت كنت عم تقول انه هي شائعه خاصه هلا، يعني عم بتزيد هي الحاله، شو الاعراض اللي بتترافق دائما مع هذه الاصابات؟ هلا مثل ما قلت انت حضرتك مزبوط، نحن بنقول عليها بنشوفها كثير بالعيادات، بس في كثير عالم بيجي عنده ألم كتف مثلا بسيط ما بيقيم له أي اعتبار، بعد فترة بيلاقي عم يتحدد الحركة بسبب الألم. تمام، كل ما زاد الألم كل ما تحددت الحركة. هو شو بيقول المريض؟ خلص بعدين بتروح، هو بس عم يخسر بحركة الكتف. تمام. طبعا شرح لنا كل ما زاد الألم تتحدد الحركة كيف يعني. أنا وقت بيكون عم حاول حرك الإيد، تمام، بيصير في ألم، أنا بحاول ما حرك الحركة لحد ما أصل لمرحلة الألم. هون بقى نحن حددنا حركة المفصل، تمام، ما عاد فتح بشكل كامل، صار شو يفتكر حاله عم يحركه، هو لا ما عم يحرك المفصل، عم يحركه مع لوح الكتف، عم يتجنب الألم فقط. ايوه، وعم يحركه مع لوح الكتف. هون بقى وصلنا للمرحله المتقدمه، مشان هيك اكتشاف المرحله بمراحل مبكره ممكن علاج، ممكن مضاد التهاب لاستوريدي، ممكن كثير اشياء، مشان ما نصل للمرحله الخطره وهي التصاق المحفظه وتجمد الكتف. تمام. اليوم اذا بدنا نحكي عن اسباب حدوث هي الحاله، ذكرنا بانه هي موضوع شائع، اليوم كثير من الاشخاص ممكن يصابوا بهي الحاله، شو هي الاسباب يلي بتؤدي لحدوثها؟ هلا ممكن تكون شغله مهنيه، ممكن تكون اصابه بالكتف مثلا، خط كسر او شعر ثبتناه فتره زمنيه طويله، ممكن كسر بالمعصم او باي طرف، الطرف العلوي، وتثبيت لفتره طويله ممكن يعملنا لصه، ممكن داء السكري، ممكن مرض الغده، كثير امراض ممكن تؤدي الى الكتف المتجمد. تمام. طبعا نحن بنمرق بثلاث مراحل، الكتف المرحله المتجمده، وتجمد الكتف مرحله تبعت تجمد الكتف، ومرحله الانحلال. المرحلة الأولى بتمرق بين الأربعة إلى تقريباً 9 أشهر. المرحلة الثانية بتاخد بين الأربعة إلى 12 شهر، والمرحلة الثالثة بتصل لل 24 شهر لحتى نخلص منها. بدها علاج، بدها معالجة فيزيائية. مش طويل يعني. إيه، لكن يعني مو إنه نحنا إمتى ما عملنا علاج إنه طاب المريض، لا، لازم نقول له للمريض بدك مرحلة، أنت بدك تساعد الطبيب وتساعد حالك لترجع للأمور الطبيعية. ممكن أنه تكون هي الحالة هي نتيجة لمرض آخر، أو هي عارض لأمراض أخرى عظمية، أو هي مرض بحد ذاته. لا، هي مثل ما حكينا أنه ممكن تكون نتيجة مهنية، تعب مفصل، رد قديم، وممكن تكون ناتجة بعد الكسور والتثبيت الطويل للطرف المصاب. دكتور، بما أنك عم تحكي أنه هي مرحلة العلاج بتاخذ وقت كتير طويل، عم نحكي نحن من 4 أشهر ل 12 شهر أو ل 24 شهر. إهمال أي ألم بالكتف معناته هون نحن في خطورة، يعني ما يتعلق بالعلاج، نحن ما فينا نتعامل مع أي رد بالكتف وشيء طبيعي أو عادي وبعد يومين بيروح. لا، طبعا أكيد بدها دائما ردود المفاصل أو ردود الكتف
أو ردود أي مفصل يفضل مراجعة الطبيب ليحط لك خطة علاجية. إمتى ما الطبيب حط خطة علاجية بين علاج فيزيائي وعلاج دوائي ممكن ناخذ نتيجة بسرعة ونخفف السموم أو الأدوية اللي بناخدها لفترة طويلة، لأنه بتعرف المضادات الالتهاب الاستيرويدية ممكن ترفع الضغط، ممكن تأذي المعدة، وما لنا مضطرين ناخذها لفترات طويلة. تمام دكتور. أيضا يعني حضرتك أعطيت شرائح معينة للإصابة، كنت عم تحكي عن عمل مهني معين. طب الأطفال بتصير عندهم هاي الحالة؟ لا قولا واحدا لا، ما في أي شيء. هلا إمتى بتصير عندهم الأطفال؟ مو كتف المتجمدة وإنما تحدد بحركة الكتف. إذا صار عندنا كسر مثلا بعنق العضد الجراحي ضمن المفصل الكتف، التثبيت الطويل هون بيؤدي إلى شوية يبوسة مفصلية. اليبوسة المفصلية غير التجمد. الكتف المتجمدة تمام. هون بنروح على المعالجة الفيزيائية، بنعمل حركات مبكرة ممكن انه نستفيد تمام. بس بالأطفال قولا واحدا ما بتصيب. بتصيب للأسف النساء أكثر من الرجال، دائما لكم حصة كبيرة انتو، وبتصيب يعني تقريبا بدنا نحكي بالعقد الرابع وما فوق. تمام. طيب دكتور، اليوم ليش النساء ممكن يكونوا أكثر عرضة من الرجال بإصابة بحالة الكتف المتجمد؟ هلا مثل ما حكينا ممكن انه الأمور المهنية، ممكن الأوستوبوروز نتيجة لشغل كثير مثلا بالبيت. تمام. الأوستوبوروز هشاشة العظم لها تأثير كبير، يعني إذا احنا ما بنعالج بشكل مضبوط بعد ال 45 سنة هشاشة العظم بتأدي كمان مشاكل بالكتف وبالركبتين، أوقات بالعمود الفقري، وبتعرفي انت حكينا أكثر من مرة سلسلة وبتمتد سلسلة مع السيدات للأسف يعني. تمام. اليوم يعني دكتور وقت بدنا نحاول انه نشخص هاي الحالة، إذا اجت حالة لعند حضرتك بالعيادة شو بتتبع إجراءات معينة لحتى فعليا نشخص انه الشخص مصاب بالتهاب المحفظة اللاصقة أو أي مرض آخر مثلا؟ أول شيء أهم شيء نحن بنحكي دائما الفحص السريري هو أهم نقطة لتشخيص المريض. هلا كثير أوقات بيجيك على الواتساب دكتور عم يجعني كذا وكذا وكذا، ما فيكي تعطي أنت إلكترونيا أو على التليفون التشخيص المناسب، ممكن انت تعطيه شيء انه يخفف ألمه لبين ما يشوف طبيب. اذا اول شيء الفحص السريري، ثاني شيء فحص الشعاعي الاشعه البسيطه، ثالث شيء فحص الرنين المغناطيسي. صوره الرنين المغناطيسي مهمه جدا، تشوفي وضع الاوتار، تشوفي وضع المحفظه، تشوفي في اجسام حره ضمن المفصل نتيجه ردود قديمه، اذا في عندنا شويه تكلسات ضمن المفصل كمان ممكن تعملنا تحدد بحركه المفصل الكتف. طبعا هي غير التهاب المحفظه اللاصق، هذا اجسام حره ممكن ندخل بالتنظير نستأصلهم تتحسن حركه المفصل. تمام. دكتور ليش ربطت هذا المرض بالسكري؟ يعني هو مرض للعظام، ممكن الواحد يتساءل انه شو دخل السكري مثلا انه انا ياثر على مرض مريض السكري؟ دائما عتبه الالم بتكون ضعيفه عنده. هلا ليش مثلا مريض السكري بيروحوا اصابعه؟ تمام. ما بيشعر يعني مثلا اي بصير عنده يعني نهايات الاعصاب، التهاب نهايه الاعصاب تماما. مشان هيك نحن دائما مريض السكري يفضل انه دائما ياخذ حبه فيتامين بي كومبلكس او نوربيوم مشان تخلي دائما حيويه العصب، مشان الاحساس ما يكون في عنده عدم الشعور. انا بزمانه اجاني مريض داخل بسمار كبس برجله من 3 اشهر مو حاسس فيه. الشعور هو موجود. ايه موجود ومو حاسس فيه، تصوروا يعني، لانه ما في عنده احساس، عنده اعتلال العصبيه كلها ميته، عنده اعتلال اعصاب سكري، عنده سكري متقدم بعمر كبير، واضطرينا بعد فتره انه لبتر القدم. هون العلاج اللي بيخص الاشخاص المصابين بمرضى السكري وكمان مصابين بهي الحاله بيختلف ولا تقريبا بيختلف الشيء؟ بطريقه الحقن. تمام. بدك ندخل دغري بالعلاج هلا؟ يعني نحكي اكثر عن العلاج. هلا العلاج طبعا اول شيء اهم شيء اذا كان بالمرحله الاولى نحن ممكن نكون ناخذ مضاد التهاب الاسترويدي، مسكنات الم معه، مراهم تمام، الحركه، المعالجه الفيزيائيه، السباحه مهمه كثير. طبعا يفضل المعالجه الفيزيائيه بالمراحل المتقدمه بمراكز غير اللي منعلمها نحن بعيادتنا، وقت بيكون شغلة بسيطة كتير ممكن نبلش له فيها. هلأ المرحلة الثانية هو ممكن أن نعمل حقن بالكورتيزون أو البلازما. هلأ هون بنحكي حكي أنه شو الفرق، ليش المريض السكري؟ مريض السكري ما فينا نعطيه كورتيزون، ممكن يرفع له السكري. تمام. بس هلا يوم لغلاء البلازما ممكن له نعطيك الكورتيزون بس بدها تراقب السكر 48 ساعة.
هلا بيجيكي حالات كثيره، يعني قبل شوي شفت مريض عندكم فوق بال قبل الاستديو انه وقت قلنا له كورتيزون، لا انا ما بدي. المشكله انه نحن عندنا تخوف من ماده الكورتيزون. صح. هلا الماده الكورتيزون وقت بتتاخذ لفترات زمنيه طويله ممكن تعمل لنا مشكله هشاشه عظام او اي مشكله بجسم الانسان. اما اذا انعطت بطريقه مدروسه مثل اطباء الغدد واطباء المفاصل زملائنا بيعطوها بطريقه مدروسه، هي اكيد ما حيكون في لها نتائج. ما في دواء ممكن يضر اذا اخذتيه بانتظام وبمشوره طبيب. بقى قلنا له لا يا اخي طول بالك، الكورتيزون ما بيعمل شيء، ما بدنا نسال العامه. بعدين انت وقت بتعطي ابره الكورتيزون ضمن المفصل انت خففتي له الالم، سرعتي له من الحركه، اخذ علاج مناسب وحركه سريعه وما وصلنا لاختلاطات اي مرض. تمام. هلا كثير اوقات بيقولوا لي بمفصل الركبه، مفصل الركبه ممكن ما نعطي بسرعه بس وقت بيكون واصل لمرحله متقدمه كثير وما بده يبدل المفصل بتضطري تعطيه ابره كورتيزون لتخففي له الالم ليقرر شو بده يعمل. تمام. مثلا التهاب الاوتار كثير وارده انه نعطي كورتيزون، ما في مشكله يعني. بقى الكورتيزون ما لازم نخاف منه، وقت بينعطى بطريقه فنيه وبمعرفه الطبيب بيعطي نتائج حلوه. هلا في عندنا المرحله الثانيه، اوقات هلا عم نعطي بلازما، البلازما عم تعطي نتائج كثير حلوه، ديمومتها اطول. هلا بيجي المريض مثلا اخذنا ابره كورتيزون، امتى ممكن نعيدها؟ ممكن نعيدها بعد 8 اشهر، ممكن تنعاد بعد سنتين، ممكن كل 5 سنين مره، ما في مشكله بنوبة. طيب البلازما شو هي بالضبط؟ البلازما بنسحب دم من المريض من سفله، له طريقه معينه بشركات طبعا، ومنحوله جيلاتين وبلازما، بنرجع بنحقنه يعني مثل اللي بيستعملوه اطباء التجميل بالوجه وبالشعر، نحن بنستعمله بالمفاصل، بعيد الرونق للمفصل، بعيد اللزوجه، عمليه ترميم. ايوه. وفي عنده شوي غير الصفيحات، في شويه خلايا جذعيه بقلبه بتعطي نتائج كثير حلوه بالحركه وبديمومه الشفاء. تمام. هلا خبرنا بعد الحلقه من هو دكتور مشان نقنعه ولا ياخذ الكورتيزون. دكتور حكيت عن السكر وحكيت عن مرض يتعلق، ما بعرف صحح لي اذا انا غلطان، يتعلق بالغده ايضا، يعني في مشكله بين الغدد وارتباطها بهي الاصابه نوعا ما؟ ايه لا، في لها مشكله انه انت وقت بيكون في عندك طريقه علاج معينه لمرض معين ممكن يؤدي الى مشكله بالمفاصل. طيب في امكانيه انه احيانا ينصابوا الكتفين بنفس الوقت؟ طبعا ممكن، ممكن بس مو هي عدوى، لانه بيقول لك انا عدى الكتف الثاني. لا هلا ممكن انت تنصاب باول كتف نتيجه انه انت مثلا صار في عندنا كسر، صار عندنا مشكله ثبتنا فتره طويله، شو صار في عندنا ارتكاز على الكتف الثاني، جهد مضاعف، جهد مضاعف ممكن يعمل التهاب محفظه او التهاب محفظه واوتار، ممكن يؤدي الى ممكن يعني مو بنفس الشدة تبع المفصل الأولاني بس ممكن يؤدي إلى ألم وتحدد حركة، بتعمل معالجة للتنتين. السباحة منيحة كثير للكتفين بتعطيك نتيجة. لا أنت ليش حكيت دكتور أنك عم تقول لي إنه مو عدوى؟ لأنه فعلا هي الفكرة منتشرة عند العوام. تماما. أنا إذا صار في عندي التهاب بأوتار بينعدوا يعني بتنقل العدوى، فما بعرف هي الأوتار أوكي العظام فهمنا بس الأوتار لا شو؟ لا لا كل شيء يعني ما في شيء بالأمراض المفصلية او الوتريه انه تعدي الوتر الثاني او المفصل الثاني. هلا في كثير اوقات مثلا الناس عندهم تنكس بمفصل الركبه، ما بالضروري يكون في عندهم تنكس بالثاني، بس شو بيصير؟ بيقول لك عندي وجع بالثاني، ولا اراديا انت وقت عندك وجع باول مفصل حتحط تقلك كله على الثاني عشان تتجنب الالم، بيتاذى المفصل الثاني. بقى هيك بيصير عرفتي، بس هي ما هي عدوى يعني الامراض تبع المفاصل والاوتار ما بتعدي بعضها. طيب اليوم هو العلاج دائما بالحقن او ممكن نتجه لناحيه دوائيه او ادويه غير الحقن؟ بالمرحله الاولى مرحله دوائيه وعلاج فيزيائي، المرحله الثانيه حقن بلازما او كورتيزون، المعالجه الفيزيائيه بكل المراحل ضروريه، والمرحله الثالثه بقى هي مرحله الشفاء، اللي بخف الالم فيها وبيرجع تقريبا حركه المفصل تدريجيا لطبيعته. طيب اليوم هون الادويه مثلا بعض الاشخاص بياخذوا مثل ما بيقولوا ادويه عشوائيه، بيوصفوا من عندهم انه انا معي التهاب او معي هي، فبياخذوا ادويه عشوائيا، هذا الموضوع قديش بياثر على سلامه المفصل او حتى لا يرجع مثل ما هو سابقا؟ وقديش بياثر كمان على صحه الجسد عموما؟ طبعا هلا التهاب المفصل او التهاب الاوتار مو مثل الالتهاب نحن اللي بنعرفه انه بده دواء التهاب. تمام. هلا كثير اوقات بيجيك مريض بتقول له انت التهاب محفظه، ما بدك تعطيني دواء التهاب؟ لا، مضاد الالتهاب اللاستيرويدي هو من مشتقات مثلا البولتارينات البروفينات كذا، هن بيخففوا وزمه
القرن المصابة تمام ما بده الدواء التهاب مثل اللي بالعامي الدواء 500 او 1000 لا 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 لانه نحن ما عندنا قرنه مقيحه هون ما عندنا قرنه عاملين جراحه وخايفين تعمل التهاب نحن بدنا نخفف الوزمه الداخليه بناخذ مضاد التهاب لاستيرويدي مراهم كثير مهمه والحركه مهمه كثير ومثل ما حكينا المعالجه الفيزيائيه مهمه كثير تمام دكتور نوهت اكثر من مره على العلاج الفيزيائي اليوم من يشرف على هذا العلاج حضرتك انت ممكن تشرف على هيك نوع من العلاج ولا لا خلص في الطبيب المختص الفيزيائي انا عملت العمليه او الحقن هو دكتور فيزيائي بيتابع لا هلا هو المفروض مثلا انت بتعمل عمليه او عندك شخصت حاله تكتب رساله لزميلك او المركز المعالج الفيزيائيه المريض فلان الفلاني عنده كذا وبده كذا وكذا وكذا طبعا هو طبعا بصير اشرافه الكامل عن طريق الدكتور او المعالج الفيزيائي في حال هو لقى شيء مو طبيعي ممكن يعني يراجع الطبيب يقول له دكتور انا عملت كذا وعملت كذا وصار معي كذا يعني التعاون كتير حلو بالمجال الطبي ما في شيء بيعمله بس طبيب في طبيب في مخبر في معالج فيزيائي في اشعه كلياتنا نحن كتله واحده موجودين لخدمه المريض تمام دكتور نجاح هذا العمل خلينا نقول بما يتعلق بالمفاصل وبالعظام وبالاوتار حتى لو كان 100% شغل الطبيب او المختص بالعظام الوضع الفيزيائي اذا ما تم الاهتمام فيه بشكل كافي هذا كله بيروح يعني هباء منثور يذهب هباء منثورا مزبوط الحكي لانه المعالجه الفيزيائيه نحن كاطباء عظميه وكاطباء عصبيه المعالجه الفيزيائيه مهمه كثير ما بعد اي اجراء بنعمله نحن ان كان جراحي ولا محافظ المعالجه الفيزيائيه مهمه وحتى بنقول له للمريض يعني انت بتروح لعند المعالج الفيزيائي تشتغل مثلا نص ساعة أو ساعة عندك 23 ساعة بالبيت أنت بدك تكمل الشغل اللي علمك يا المعالج الفيزيائي مو والله أنا رحت لعند المعالج عملت جلسة بتزع على البيت ما بحرك إيدي لا لازم تابع مع بعض العيادة تابع بالبيت ونشتغل فيها مزبوط مشان ناخد نتيجة حلوة نبيض وش الطبيب ونبيض وش المعالج الفيزيائي والمريض يستفيد أنه أخذ نتيجة حلوة طيب اليوم في حال عدم الاستمرار على الناحية العلاجية دوائياً وعلاج فيزيائي شو هي المضاعفات اللي ممكن تطرأ على المريض؟ هلأ بنصل لمرحلة الكتف المتجمدة بشكل كامل ما عاد في حركة هلأ في طريقة نحن بس يعني شوية خطرة هي تخدير المريض وتحريك الكتف تحت التخدير العام قصراً يعني اي قصراً تمام بس هون في عنا يعني لو في خبرة كبيرة عند الطبيب كتير أوقات ممكن تؤدي إلى كسر منكون بشغله منصير بشغله بقى مشان ليه يصير في كسر اذا لانه اذا ما انعملت بطريقه فنيه معينه ممكن هالالتصاقات الموجوده جوا تقاومك انت وعم تحرك الكتف بصير في وخاصه بالكبار بالعمر اللي عندهم نسبه الهشاشه اللي حكينا خاصه النساء هشاشه كبيره وقلت حركه المفصل بتؤدي الى هشاشه بالقرن المصابه بيؤدي الى كسر بالعنق الجراحي او كسر براس العضد تمام دكتور هي التراكمات اللي عم تحكي عنها هي تراكمات بتكون عظميه شو هي هي التليفات تليفات هي ممكن تؤدي لكسر اذا كان لا التصاقه ممكن يؤدي اذا حركتها بشكل غلط يؤدي الى كسر ممكن نضطر لجراحه معينه ممكن نعمل تنظير هلا في شيء اسمه تنظير كتف يعني تدخلي لجوا تعملي تنظير على الاوتار تعملي شيفينج للمحفظه من جوا يعني بتخففي كثير من وبتسرعي من الشفاء طيب امتى ممكن حد اسمع عمليه هي تمام المريض عندنا بسوريا بخاف من شيء اسمه عمليه طيب امتى ممكن يحدد الطبيب انه لا هون هي الحاله متطلبه لعمليه سريعه او عاجله او صوره الرنين المغناطيسي تمام تظهر لنا الرنين اذا نحن كمان في كثير اوقات ممكن تدخلي بالتنظير ما يستفيد المريض ليش اخضعه لعمل جراحي اسمه عمل جراحي لو تنظير يعني اسمه عمل جراحي اسمه تخدير عام اسمه بده نقاهة ما بعد الجراحة تمام بقى مشان هيك نحن كتير ضروري انه نعمل صورة الرنين مشان نصل لمرحلة انه نعطي للمريض حقه المناسب ليصل لعلاج مناسب تنظير دكتور بهي العملية هو بياخد وقت يعتبر شيء صعب لا 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 شغلة تلت ساعة للنص ساعة يعني ما نوع من العمليات لا الجراحية لا 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 بس هو دخول على المفصل بيأدي المدخل بشيفينج مثل ماكينة حلاقة صغيرة جوا خصوصية اسمها شيفينج مننظف الأوتار مننظف المحفظة ممكن نعطي شوية ليزر جوا تماما في جهاز اسمه فاب كمان بيعطي بيغسل المفصل من جوا يعني في طرق كتير حلوة للتنظير بس يعني نحن عنا بسوريا كتير قليلة لأنه المريض بيخاف
تمام صح. يعني عملية تنظير كتف عملية كتير قليلة تماما لأنه بيخاف المريض. ببلاد برا كتير مشهورة القصة يعني تماما شيء اعتيادي. ونفس الحالة اللي ذكرتها هي شائعة أنه ممكن تضطروا لموضوع التخدير وتحريك الكتف قسرا هي شائعة ولا أحيانا شائعة يعني ممكن يعني ممكن تضطر على من 50 حالة ممكن حالة تعمل له تحرير كتف تحت التخدير العام. طبعا إمتى بتعملوا هاد؟ أنت لمريض مثلا أكتف بالحياة عمره تحت 50 سنة وما عم يستفيد بالمعالجة ممكن نعمل له تخدير ونعمل له إياها على مراحل ممكن مرحلتين أو 3 مراحل. تمام. اليوم دكتور كنا عم نحكي من شوي عن العمليات، هل في تعليمات معينة تقال للمريض قبل العملية وبعد العملية؟ بالنسبة لتنظير الكتف هلا تنظير الكتف مثل ما حكينا يعني بنقول للمريض بنعمل لك تنظير كتف او تحرير الكتف كمان هي بتعدى عملية بس يعني من غير فتح جراحي مؤلمة جدا تحريك الكتف هي بتكون بوعي المريض لا لا ولا لا تخدير عام تخدير عام طبعا تمام. لانه مؤلمة جدا ما مؤلمة حتى ما بعد ما يصحى المريض من البنج بنقول له للمريض نحن انه هيدي مؤلمة بنضطر انه نحقن كورتيزون وتخدير موضعي ما بعد التحرير الكتف تماما لحد ما يفيق شوي ويكون خف الألم ببلش بالعلاج الدوائي وبيبلش بالحركة السريعة مشان ما يرجع يلتصق مرة تانية. تمام دكتور أخيرا يعني هيك نصائح من حضرتك للناس اللي احنا ممكن تهمل أي إصابة تتعلق بالمفاصل أو بالعظام أو بالأوتار يعني مثل ما بنقول بكل حلقة أهم شيء إمتى ما صار في ألم مراجعة الطبيب يعني لا نستهون بأي ألم ولا نسمع للعامة ولجيراننا ولخالتنا ولعمتنا أنا صار معي كذا وكذا. هلا أنا كتير عندي بدخل على الفيسبوك في صفحات طبية مثلا مريض بيتساءل كذا بتلاقي بقى مثلا الناس عم تعطي والأطباء صح. يعني بيعطوا أوقات رأي ما حدا ما يسمع ويسمع رأي العامة لا هذا غلط يعني. بعد هذا الحديث دكتور يعني بدنا نشكر يعني الشركات اللي بتتعلق بالأدوية هيك على هاي الاختراعات اللي بتخفف الآلام. كنا عم نحكي عن تخدير الكورتيزون خاصة ما يتعلق بالعظام اللي آلامها مو مبرحة يعني إيه لك طبعا يعني فشكرا كثير على هاي يعني اختراع للبنج والبنج الموضعي شغلة كبيرة كثير عن جد يعني أصلا باختصاص حضرتك يعني كنا عم نحكي عن إصابات عظمية العظمية مؤلمة جدا يعني هلا نحن حتى بالكورتيزون وقت بنحقنه مع تخدير موضعي مشان دغري يحس المريض في راح الوجع مشان يبلش معالجه سريعه وحركه سريعه. تمام دكتور كنا عم نحكي كمان انه في بعض الاشخاص بيسمعوا لكلام الانترنت انه خذ هذا العلاج المناسب. من اكثر القصص يلي بنسمعها كمان انه في كمادات مي بارده مي سخنه، هذا الشيء قديش مفيد او قديش غلط؟ هلا مو 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 غلط، مفيد. ممكن نحط كمادة مي باردة وبعدها مي سخنة، المي السخنة أو الفاترة بتخفف الألم شوي، بنقدر نعمل حركة سريعة تمام؟ مو غلط، يعني بس نحن عم نحكي إنه على إعطاء رأي طبي. تمام. أما تجربة إنه حطيت مي باردة معلش ما في، هلا نحن دائما بنقول أي رد دغري حط له تج لا تحطه بمي سخنة، لأنه مي سخنة بتوسع الأوعية، بزيد الوزمة، بزيد الألم. مي الباردة بتخفف بتعمل تقبضات أوعية ما بتزيد الألم. تمام يعني بدنا نشكرك جزيل الشكر دكتور رأف ياسين وحضرتك استشاري طبعا بأمراض العظام والجراحات على هاي المعلومات القيمة. شكرا لاستضافتكم، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير.